هذا سائل يقول: أشكل علي الشرط الثاني للشفاعة المثبتة، وهو رضا الله عن المشفوع فيه، فإذا كان الله راضيا عن المشفوع فيه فهل مثله يحتاج إلى شفاعة غيره وهو مرضي عنه؟ نعم، الله راض عنه لكن عنده ذنوب، عنده ذنوب يستحق بها العذاب، يستحق بها العذاب، والله راض عنه من جهة ويسخط عليه من جهة. الله يسخط ويرضى عن الشخص الواحد، يرضى منه العبادة ويسخط منه الذنوب والمعاصي. نعم.